إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فحياكم الله في مجلس من مجالس تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة من خلال كتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الموسوم بالفصول في اختصار سيرة الرسول. وموعدنا في هذا اليوم مع الدرس قبل الأخير من سلسلة هذه الدروس في سيرته صلى الله عليه وسلم، وهو في حجة الوداع، وسيكون الدرس القادم بإذن الله في وفاته صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث الذي يعتبر أعظم مصاب أصيبت به الأمة وخصوصا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث زلزل العقول والأقدام، ولكن هو قدر الله سبحانه وتعالى لا مناص من حصوله. أما درس اليوم وهو الدرس 29 فهو في حجته صلى الله عليه وسلم المسمات بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه فيها: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا ما حصل، فما أن رجع إلى المدينة حتى بدأت معالم مرض موته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحجة، هي أفضل حجة في الإسلام وأفضل حجة في تاريخ هذه الأمة وأعظم حجة حصلت في تلك المشاعر المقدسة. وقبل هذه الحجة التي كانت في السنة العاشرة كانت هناك حجة أخرى كان من المفترض أن يذهب في قيادة الحجيج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في آخر لحظة أناب أبا بكر رضي الله عنه، وذلك في السنة 9 من الهجرة، ولعل ذلك لحكمة سأذكرها بعد قليل. فبعد أن سار أبو بكر رضي الله عنه بالناس متجها إلى مكة، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه ومعه مطلع سورة براءة، وأمره أيضا أن يبلغ الناس في ذلك الموسم العظيم: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلعل من الحكمة في تأخر حجة النبي صلى الله عليه وسلم
أن تكون خالية من كل مظاهر الجاهلية ومن كل مظاهر الشرك، صافية نقية، فلا يحج بعد العام التاسع للبيت الحرام مشرك ولا يطوف به عريان. ثم تواترت الوفود إلى المدينة مسلمين بعد فتح مكة، فكثر المسلمون، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين، وأوصاه قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى آخر الحديث. ثم في مطلع ذي الحجة وفي اليوم الرابع منه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمسجده بالمدينة، ثم خرج ومعه الناس إلى ذي الحليفة وهو في أطراف المدينة، ميقات أهل المدينة، فصلى فيها العصر ركعتين قصرا، وبات فيها وطاف على نسائه، ثم اغتسل وصلى ركعتين وأهل بالحج 3 مرات. أهل بالحج حين أحرم، وأهل بالحج حين ركب ناقته القصواء، وأهل بالحج حين استوت به، يعني بدأت المسير، ولا يزال في نفس الميقات. وهذه الحجة مليئة بالأحكام والتفاصيل، قد لا يتسع المقام لذكرها ولو على سبيل الاختصار، ولذا سأقتصر على الأحداث الرئيسة وعلى ما له علاقة بسيرته صلى الله عليه وسلم. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسكه، وأتاه آت من ربه أن قل حجة في عمرة، فأهل بحجة مع عمرة قارنا، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن أهل العلم اختلفوا هل حج مفردا أو قارنا أو متمتعا، والصواب الذي تجتمع به الأدلة أنه حج قارنا، وساق معه الهدي، جزء منه ساقه من المدينة، وجزء كما سيأتي جاء به علي رضي الله عنه من اليمن. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، حتى وصل المدينة، عفوا، حتى وصل مكة بعد 4 أيام. فطاف وسعى بين الصفا والمروة، وبعد أن انتهى من السعي ظهر له أمر آخر، فأمر جميع أصحابه من لم يسق الهدي أن يحل من نسكه، وأن يجعل ما دخل فيه عمرة، ثم يهل بعد ذلك في اليوم 8 بالحج متمتعا. فتردد الصحابة رضوان الله عليهم حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم،
غضب شديد، لأنهم كانوا يشاهدون ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبادر إلى الإحلال من إحرامه، فأخبرهم بعذره وهو أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يحل له أن يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله في يوم العيد. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فاستجاب الصحابة رضوان الله عليهم عند ذلك وحلوا من إحرامهم وجعلوها عمرة، فصار جمهورهم متمتعين رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي اليوم الثامن وقبيل الظهر أحرم الصحابة رضوان الله عليهم لمن حل من عمرته، وكان قام بالأبطح قريبا من منى، فذهب إلى منى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من دون جمع، ثم دفع إلى عرفة ونزل دون عرفة في بطن عرنة وضربت له قبة حتى زالت الشمس، فخطب بأصحابه خطبة مشهورة وهي أعظم خطبة خطبها في حجته صلى الله عليه وسلم، وأوصى أمته وبين لهم كثيرا من الأحكام المهمة، ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم اتجه إلى القبلة وهو على ظهر ناقته يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره ويعظمه إلى أن غربت الشمس. قد جعل الجبل على يمينه واستقبل القبلة، ثم دفع إلى مزدلفة وأوصى الناس بالرفق والسكينة خشية أن يصيب بعضهم بعضا نتيجة التدافع والاستعجال، فأتى مزدلفة وصلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم بات صلى الله عليه وسلم فيها وصلى فيها الفجر عند المشعر الحرام، ووقف يدعو حتى كادت الشمس أن تشرق، ثم دفع إلى منى. وقال صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وفي مزدلفة قال: وقفت هنا ها هنا وجمع كلها موقف، حتى لا يتدافع الناس ويتزاحموا على مكان وقوفه صلى الله عليه وسلم. ثم دفع إلى منى في يوم العيد وهو يوم العاشر، حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم انصرف إلى المنحر فنحر هديه، وكان هديه صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، نحر بيده الكريمة 63، ولعل في هذا إشارة إلى سنوات عمره صلى الله عليه وسلم. ثم حلق
رأسه وحل من نسكه، ثم ذهب طيبته عائشة رضي الله عنها وذهب إلى البيت وطاف وسعى سعي الحج، ثم رجع إلى منى وبقي بها اليوم الحادي عشر، اليوم العاشر، ليلة الحادي عشر والحادي عشر وليلة الثاني عشر واليوم الثالث عشر. في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد زوال الشمس يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة يرميها بسبع حصيات، ثم أتى البيت وأمر أصحابه أن لا ينفر أحد إلى جهته أو بلده حتى يطوف بالبيت طواف الوداع، ولا يستثنى من ذلك إلا من عليه عذر كالحائض والنفساء. وبهذا تمت حجته صلى الله عليه وسلم، وعاد بعد ذلك إلى المدينة بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه في أكمل حجة وأفضل حجة. واختار الله له أن تكون هذه الحجة في يوم الجمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يحبب لنا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.